بكم نتابع لبنان اليوم ومعنا الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. اليوم يعني بكرة عنا الثقة للحكومة واليوم كمان الشارع عم بتحضر لهذا الموضوع وهناك غضب عارم واضح أنه ما في وفاق على الحكومة الحالية. شو رأيك؟ كيف ترى هذه الصورة؟ أنا أعتقد بأنه يعني المشهد منه مفاجئ. يعني منذ العمل على تشكيل هذه الحكومة بدأ واضحا بأنه هذه الحكومة ستأتي دون توقعات الشارع ولن تكون يعني بالحقيقة قادرة على القول بأنها تمثل طموحات هذا الشارع وهذه الانتفاضة وأن بالواقع تعد بالوفاء بالتزاماتها تجاهه. بس البيان الوزاري بيعتبر انه في مطالب اللي يعني هيدا المطالب موجودة بالبيان الوزاري هيك بتعتبر الحكومة يعني منا موضوع تصحيح المالية العامة موضوع المالي والنقد المصرفي. رح لك نعم البيان الوزاري اللي قريته أنا ب 17 صفحة نعم هي موجود حد هو إنشائي ووصفي بالواقع ولكن ليس لا يتكلم في أي بند من بنوده بمعنى القرار الحاسم بتنفيذ هذه الوعود. جاء وكأنه نسخة عن بيانات الحكومات السابقة وفي قضايا مهمة جدا يعني هي لم يتطرق البيان الوزاري لأسباب الأزمة التي اندلعت الانتفاضة من أجلها. مثلا موضوع الوضع الاقتصادي المتدهور، الوضع النقدي المتدهور، شو سببه؟ سببه العجز في الموازنة. كمان السياسات المتتالية كمان بس الأساس يعني اللي خلينا نشعر بالضيع العجز نشعر نحن بمدى عطل مدى عطل وركاكة هذه السياسات هو العجز في يعني الذي حدث في مالية الدولة. نعم من هون يعني مثلا موضوع الكهرباء تراوح العجز ما بين 2.2 مليار دولار سنة 2012 ووصل الآن إلى 1.8 مليار دولار. يعني 2010 كان كل الدين العام 30 أو 35 مليار دولار. نعم رفعوا عجز الكهرباء إلى 85 أو 89 مليار دولار ما عدا استعارات الدولة. لذلك من هون ما في وفاء يعني بالحقيقة أو بالوعود للتصدي بشكل مباشر للأسباب للأزمة. بس بالموضوع الكهرباء عم بتقول إنه هيدي الخطة يعني أنت برأيك هيدي الخطة القديمة اللي بدها تتبع هل رح بتضعف ثقة الحكومة؟ 100% مش بس ثقة الحكومة، المجتمع الدولي وكل المؤسسات الدولية بما في البنك الدولي بما في صندوق النقد الدولي والدول المانحة في مؤتمر سابق كلها كان أول شرط لها يعني خفضوا العجز وأصلحوا الكهرباء. إذا ما في إصلاح كهرباء وقت اللي نزل الرئيس حسان دياب على المجلس نعم وعاد وقعد وحيدا ومستسلما كان وقتها عم بوقع صك إبرام حكم إعدام بهذه الحكومة. لما مضي على هذه الموازنة بعدين مع الرئيس بري ورفعوا الرئيس الجمهورية كان بالواقع توقيع على هذا الحكم بإعدام الحكومة. السبب لأنه العجز الآن في الكهرباء سيمنع عن هذه الحكومة حصول أي مساعدات دولية أو عربية أو من مؤسسات مالية دولية. يعني كان في ما ينزل؟ أنا برأيي لا، لأنه استسلم قبل هو. عندما ذهب للرئيس نبيه بري وأقنعه بهذه الحكومة التكنو سياسية نعم أنا بسميها منا حكومة خبراء كما يدعي، لا حكومة تكنو سياسية لأنه كل الوزراء هم ظل لسياسيين معروفين يعني يعني اللي بالكهرباء قال له الوزير غجر منه ظل جبران بيصير ما كان مستشاره وهكذا دولة.
هلا ما في وزراء مباشرة معينتهم أمر ومعينهم حزب الله، ما في وزراء مباشرة معينهم جبران بس في أصحاب اختصاص في وزير الملكي. يا ستنا الحكم بده شغلتين وبتنضاف عليهم واحدة ثالثة، بده رؤية وبده سلطة. السلطة تعني تفويت، أن أكون أنا حر قادر أن أتخذ القرار المناسب. نعم هيدي السلطة. الشغلة الثالثة اللي لازمة أخلاق، بعد ما اختبرنا أخلاقنا ودي بدنا نشوفها. هلا في ناس منهم معروفين، هيدا اللي عم بيطالب، في ناس منهم معروفين بدي اقول لك مثلا، بس في ناس عم بس هدي عم بتطالب الحكومه انه اعطونا الفرصه. بدي خبرك اخر خبريه، انا عندي سؤال، انا عندي سؤال، اذا الواحد ما عمل الامتحان في ياخذ العلامه؟ لا بس لخبرك انا، خليني اقول هن عم بيحطوا حالهم تحت الامتحان، خلينا نشوف شو حيطلع من امره. خبرك انا، احد الوزراء عنده خط تهريب مزود على سوريا بالبقاع، كيفني معي؟ هيدي أبعطيك مثلا يعني أنا هلا في شيء مخبى ما بيعرفوه يعني ما يجرعات، بس بكرة بيبين معنا شوي شوي بالتأكيد. الشغلة الثانية يعني اللي كان مفروض تعملها هذه الحكومة، فقد الثقة يعني عربيا ودوليا إذا بدك وبالشارع. نعم أهم نقطة عندها كان استعادة الثقة على الأقل في الشارع. استعادة الثقة في الشارع كان يفترض بهذه الحكومة أن يكون لديها منذ البداية تصور معين وخطة معينة للقيام بصدمة إيجابية لهذا الشارع. أوكي هلا خلينا على الصدمة الإيجابية. صدمة إيجابية، وصلنا لهيدي النقطة، الصدمة الإيجابية. نحن بكرة بدأ تأخذ الثقة، في حال أخذت الثقة وكانت الثقة ضعيفة يعني أخذتها بس بضعف، شو هي الصدمة الإيجابية لازم تعملها الحكومة؟ أنا برأيي فاتتها الصدمة الإيجابية. هلا بكرة 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 أنا هذه الحكومة فقدت المبادرة للقيام بأي صدمة إيجابية تجاه الشارع. فقدته أولا قدم البيان الوزاري من هون، شو نادت شو طلب الشارع؟ أهم شيء بيان الوزاري. معلش نادى خليني بس أحكي النقطة، هي البيان الوزاري حدنا النقطة، بس أي نقطة بدك تحكي فيها؟ لا نقطة واحدة، نقطة واحدة، تقوية شبكات الأمان الاجتماعية. لا لا مش هان. طيب بدك نحكي مصاريف؟ لا 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 خليني أقول لك معالجة الأزمة النفسية. خلينا أنا أختارها. تفضل. الشارع طالب بتجديد السلطة لما قال كلكم صحيح. يعني بدنا نجدد الطبقة السياسية. أوكي جاء البيان الوزاري في آخره جملة نعد بإعداد قانون انتخابات. ليس هناك من وعد بانتخابات مبكرة خلال العام 2020، هذا مطلب أساسي من مطالب الشارع لما قال كلكم. أين هي هذه؟ لأنه ما عنده التفويض، ما عنده التفويض يقول بدنا نعمل انتخابات مبكرة، لذلك ليس هناك من أمل بتغيير أي شخص من هذه الطبقة. يعني بعد ما حلنا من هون إلى نهاية هذا العهد إذا استطاعت هذه الحكومة على البقاء ضد إرادة الشارع وأمان الناس. هذا أخذت الثقة الحكومة بكرة، شو هي الصدمة الإيجابية؟ إجا خبير اقتصادي الصبح على البلاتو قال الصدمة الإيجابية أنه نحن ما ندفع اليورو بوند أوكي وندفع المصريات للناس. عم نحكي اقتصاديا هاي شغلة من الشغلات. شو هي الصدمة الإيجابية من يا ست ندى؟ الصدمة الإيجابية كان يجب أن تبدأ بالموازنة، كان يجب أن لا ينزل رئيس الحكومة إلى مجلس النواب مستسلما، كان يجب أن يقول لا دعوني أخذ الثقة وأنا سأسترجع هذه الموازنة، لازم يسترجعها ويحاول مثل ما أنا درست أنه من 32 باب هدر هذه الموازنة يمكن قطع منها ما يقارب 5,000 مليار ليرة، ما يزيد عن 3 مليار دولار، ويرجع يعيدها للمجلس مع مشروع موازنة لل 2021 ومشروع موازنة لل 2022. بال 2021 بيكون العجز صفر، وفي موازنة 2022 بيكون العجز 1,000,000 ليرة فقط. ساعتها هذه الموازنة وهذه الرؤية المالية لمستقبل المصارفات في لبنان يعطي الثقة للشارع بأنه هناك حكومة عندها رأي، هناك حكومة قد
تريد على الأقل أن تفرض سياستها المعينة، وهناك أيضا إشارة للمجتمع الدولي بأن نحن سنسبق ما طلبتموه منا في مؤتمر صدر وما يمكن أن تطلبوه في المستقبل. نعم. هذا بعدين أنه ندفع ما ندفع، هذا تفصيل، هذا تفصيل. كان أهم شيء بعد منا مش السيد كانوا ندفع لهم ندفع، من بعد ما تاخذوا الثقة الحكومي كان مفروض يصير في اجتماع مالي وتحدد الحكومة سياستها المالية وتنتزع سياستها وحقها من حاكم مصرف لبنان اللي عم بيقوم هو بإدارة سياسة لبنان المالية منذ التسعينات إلى اليوم. ليش وصلنا أنه هو يقوم بهيدا السياسة؟ لأنه ضعف الحكومات. طيب يعني الشغلة مش عليه هو، نحن ما فينا نحط اللوم عليه لحاكم مصرف لبنان. حاكم لبنان، حاكم مصرف لبنان اسمحي لي، أنا كتبت عدة مقالات بالزمان بالديار ضده بالتسعينات، وقال بدي أتعرف عليه ورحت تعرفت عليه وقلت له بالأخير أنت شرحت لي بس ما أقنعتني. هو من الأساس عم بيدير حكمية مصرف لبنان بالتعدي على صلاحيات الحكومة ووزارة المالية، وهو مسمح له يعمل هيك لأنه هن عايزين عم نجيب وزراء مالية منا قادرين يقوموا بهذا الحمل حتى بأيام السنورة. كان مفروض يعني وزارة المالية تاخذ صلاحياتها كاملة وحاكم مصرف لبنان يعني بدي أقول يتقيد فعليا بوظائفه المنصوص عليها بالمادة 70 من قانون النقد والتسليم. بس أنا عندي سؤال، لما الحاكم مصرف لبنان بياخد قرار مش وزارة المالية بده يكون ريليتد لإلها الموضوع وهي تمضي تقول إيه أو لا؟ إذا وزارة المالية ما معها مصاري وهو عم بيقول لا أنا عم دبر لك مصاري وادفع عنك، بدي أعطيك مثال، حاكم مصرف لبنان ما له حق يحمل سندات دين إلا لفترات قصيرة لا تتعدى 6 أشهر، داسر وحامل هو ما يزيد عن 57 مليار دولار سندات خزينة عند الدولة. نعم. هاي شغلة وزارة المالية تتحمل، وهو بيدير هذه السندات. طيب إذا مع المؤسسات الدولية المالية، ولكن ليست من صلاحيته لا تمويلة ولا شراء يعني. طب ما نحن بقينا نصف على قاعدة الاثني عشرية كم سنة؟ ما كمان هذا ضعف الدولة خلاه هو يصير السلطان، سلطان العثماني يعني. سلطان عثماني ما حدا حسبه، ما حدا سأله سؤال خلال هلأ اجى الشعب يسأل 93 يوم، هلأ اجى الشعب يسأله. انا عم بسأله انا سألته بسنة 97 او 98 هيك شيء بعد ايه رئيس لحود يا اخي شو عم تعمل، انا سألته قلت برأيك هذا الشيء اللي عم بيصير هل هو بتعتبره مؤامرة على لبنان؟ نحن عنا 4 دول فيها حكومات تكنوقراط صح؟ هل نحن هال4 حكومات لحتى ما يكون عندهم قرار سياسي وصلنا لصفقة القرن لحتى نحن نرضخ للأمر الواقع ونقبل بتوطين الفلسطينية وبالمقابل نحن تنفتح لنا الأبواب اقتصاديا؟ ست ندى دون شك هلا السياسة الأمريكية بالمنطقة وخصوصا بمحاولاتها لضبط يعني السلوكية الإيرانية من خلال العقوبات المالية، نعم، ومن خلال موقفها بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية ويعني تهديدنا وإجبارنا على إقفال مصرفين البنك اللبناني الكندي ومن ثم جمال تراست بنك، دون شك أثر علينا لأنه خلق جو من حالة من الغموض وعدم الثقة مما عجل فيه الاهتزاز المالي اللبناني والثقة بالمصارف اللبنانية وبالدولة اللبنانية بنفس الوقت. بس ولكن 99% مما نحن في صدده الآن من عناصر الأزمة هي من صنع أيدينا نحن، من فسادنا، من قلة رؤيتنا، من عدم اهتمامنا بالواقع بإصلاح ذات الفين وإصلاح الوضع الإداري. تصوري إن دولة بوقت اللي هي طالعة من إقرار السلسلة وما عنا أكيد بتقدر تمول السلسلة، تجي انتخابات بتعمل نوع من الرشوة
للناس للمنتخبين بتوظف 5013 موظف جديد بالدولة. من أين سندفع هذا؟ هذا أمريكا من المسؤول عنه ولا التكنولوجيا؟ يعني نحن في حالة السلطة في هذه الدولة. صحيح صحيح. نحن إذا وصلنا لموضوع الوصاية الاقتصادية من قبل صندوق النقد الدولي، أول خطوة بدها تقوم فيها هو تسريح 40% من العاملين في القطاع العام إلى بيوتهم. كمان نحن يعني اذا نحن ما اصلحنا البيت الداخلي جوا، نحن رايحين على وصايه اقتصاديه. صلح لي اذا انا غلطان. شوفي شوفي ندى، هيدا التهديد اللي بعد ما صار الحقيقه، بس نحن لكن في شيء قبله رح يسبقه. اذا ما عملنا شيء في شيء قبله رح يسبقه. في مئات اذا ما قلنا 1500 مؤسسه جاهزه للاقفال هلا، غير اللي سكروا، غير اللي سكروا ستصرف كل عمالها. فاذا اذا هيدي مهددين الاقتصاد كله سوا وصل على نوع من الكساد الكامل. نعم. بده يصرف كل موظفينه. لذلك الازمه واقعه، ولكن نحن بامكاننا نحسن الوضع. واذا صرفنا 5000 موظف من القطاع العام ممكن ساعتها اذا نشطنا القطاع الخاص يرجعوا ياخذون، وخاصه اذا ضبطنا قصه الاعمال الاجنبيه في لبنان. ليش اللبناني ما بده يشتغل على محطه بنزين تكون يا مصري يا سريلانكي؟ ما عم بفهم انا. يعني هيدي المشكله، هيدي مشكله برستيج. ايه تفضل. لانه ما حدا عم بيروح يعيط له تيشتغل عنده ويعطيه ما بيقبل اللبناني ويعطيه اجر عادل. هيدي بياخذ المصري او السريلانكي لانه ارخص. الشغله الثانيه بدي اقول لك اياها، نحن اليوم اذا فتنا تنفترض مع المجتمع الدولي، نعم، تنبلش من صدر. اذا نحن اخذنا صدر، صدر دول صديقه للبنان وعدت بدعمنا ب 11 مليار دولار. ال 11 مليار دولار كلها سوا مخصصه وفقا للبرنامج اللي قدمه رئيس سعد الحريري لإعادة بناء وتأهيل البنى التحتية من الكهرباء إلى الطرقات إلى آخره إلى النفايات إلى. أنا برأيي نحن منا بحاجة لكل هذا المبلغ للبنى التحتية. نعم. يمكن باستعمال عقلانيتنا ومنطقنا الراجح إقناع هذه الدول المانحة بأول اجتماع معها هلا بعد تشكيل هذه الحكومة بتغيير جهة استعمال أو وجهة استعمال هذه الأموال. أنا بخصص يعني أنا بخصص 6 مليارات للبنى التحتية و5 مليارات للاقتصاد ل يعني بيقولوا تنشيط الاقتصاد اللبناني. بس هل بكفي 6 مليارات؟ هل بكفي؟ أنا ما ندمنها. هال 6 مليارات منها 3 مليارات للكهرباء بس توقف العجز. بعدين مليار للبنى المائية بلبنان، مليار للطرقات، مليار للزراعة، ومليار للصناعة. صاروا 7. صاروا 6. صاروا 6. 6. أوكي. هلا الخمسة هوديكي بعطينا أنا مليارين للصناعة ومليار للزراعة ومليار لاقتصاد المعرفي وبعطي مليار لبقية القطاعات. كون أنا عملت العدلة بنفس الوقت خدت ما هو الضروري الآن للدولة وبنفس الوقت دفعت الاقتصاد. لما أنا أول 5 مليارات أخذهم أنا ب1.5% بعطيهم للقطاعات الخاصة ب3.5% بيكونوا هني ممنونين. بكون أنا عم غطي بقية فوائد الدين وخدمة الزكاة. والقطاع المصرفي؟ القطاع المصرفي هذا موضوع آخر. هلا بنحكي. هلا بنحكي. هلا الناس. هلا خلينا نحكي. هلا الناس. بدنا نمر على المصارف. لأنه الناس بهمها ودائعها. خلينا. الصدمة الإيجابية. نرجع الثقة. اليوم انصرف، اليوم انسرق 45,000 دولار من قلب بيت، من بوكس، من خزنة، خادمة سرقتهم. يعني نحن بلشنا بهيدي الأمور وهيدي هيدي. طيب اوكي. طب انه اوكي نحن بدنا نرجع الثقه لهالمواطن حتى المصاري اللي حاططهم بالبيت نرجعهم على البنك. هيدا الاساس. خلينا نحدد مشكله القطاع المصرفي قبل ما نوصف حلول يعني مقاري. طيب اوكي. القطاع المصرفي نتيجه جشع
من الفوائد العالية اللي كان عم يعطيهم إياها معلومة هذه أوكي وعند سيطة المالية الحقيقة خلق جشع عند أصحاب المصارف غريب عجيب يعني نعم. هذا دفعهم لأنه الموجودات في القطاع المصرفي تقريبا 46 أو 47 مليار منها هي بالقطاع الخاص بس أنا بقول أنه في منها 20% ديون هالكة وفي عندك فوق 57% هي موجودة في مصرف لبنان وخاصة سندات سيادية للدولة سواء كان باليورو باند أو بالليرة يعني هودي بقي عند المصارف رسمالهم إذا بدك زي النتفة هالرسمال هذا بلشوا من أول صيفية الماضي لليوم يهربوا لبرا كيف تنقص دخلك موجودات المصارف ما بين 2018 و2019 ما يزيد عن 15 مليار دولار على عمل حاله حاكم مصرف لبنان ما معه هو قال انه معه خبر كيف ما معه خبر هو بيقول وين راحوا 15 مليار تحقيق بالموضوع وين راحوا 15 مليار هو كل صاروا بالخارج هو اموال لاصحاب البنوك الخاصه خايفين على مصرياتهم بس ما خايفين على مصرياتك ولا مصرياتي شيء ثاني موضوع المصارف انه كان بالزمان في بنك ليبانو فرنسي انا بعرفه وعم سميه على هوا بده ينباع بالتسعينات ب 13 مليون ليره فيك تشتريها لا مليار دولار عم بسال انا لا. سبب عملوا ثروات ليش هو حاكم مصرف لبنان بالرغم من الصعوبات اللي هو دائما عم بيقول في نقص عندي والى اخره بيجي بيعطي المصارف 5.6 مليار دولار بالهندسه الماليه اللي عملها بعام 2018 منها مليار دولار بنك عودي عم بعطي رقم واسم البنك لانه بالنتيجه هم اياهم كانوا قاعدين بكرسي وحده عم يتبدلوا الخدمات هلا الوضع الحالي انا بعتبر انه محاسبيا ودفتريا هذه المصارف منها مكسوره هي مليئه وعندها كفو ومصرياتها موجودين بس ال 20% من القطاع الخاص اللي هي دين هالك ما في تدفعه منه موجود نعم ثانيا طيب. الدولة ما عم بتقول انها هي ما عندها سندات بهالمبلغ هذا ولكن هل الدولة قاعدة تدفع على وتعطيها تدفقات مالية للمصارف حتى تطلع من ازمة السيول اللي وقع فيها مع زمانها لا لا هلا اللي صار مطلوب هلا انه المصارف مشان هيك هو ذهب وطلبهم بزيادة رساميلهم سبب لانه الملاءه تبع البنوك وفقا للنورم الدولي هي 15% نزلوها بفتره معينه ل 12.5 مشان هيك بلشت موديز وفيتش وهودي مؤسسات يسقطوا التصنيفات تبعنا شوي هلا لما طلبهم هو نزلت الملاءه تبع المصارف الى 10% هذا على حد الافلاس يعني الديفولت نحن وصلنا للديفولت يعني مشان هيك ما قادرين يدفعوا لو كان معه 15% اكيد لبسته وما كان في لعب على سعر الدولار سوق سوداء وسوق رسمي صحيح. لذلك من هون في الازمه يعني هلا وبالرغم من ذلك الوضع منه خطير برايي انا ولكن منه خطير كل شيء وصلنا له بس كيف كيف على اي اساس يتطلب مجلس وزراء مجلس وزراء وحكمية مصرف لبنان مع بعض يجمعوا المصارف ويدرسوا وضعها نحن منا بحاجة لستين مصرف العاملين منهم 49 مصرف أبدا منا بحاجة دمج؟ دمج حتى بس يكبر البنك ايه بس بالدمج يصير ريسك قدرته يتحمل ريسك اعلى بكثير ايه بس بالدمج عندك بطالة عندك بترتفع البطالة معلش هلا هلا بتلاقي غير محل هلا بقول لك كيف بدنا نحن ننزل يمكن الى 20 بنك بكفي لبنان منهم بحاجه 49 بنك عاملين هلا شيء ثاني لاستعاده الثقه بسرعه هذه البنوك يجب ان تفتش بس تكبر كمان هي بيسمح لها اكثر وقت عن شراكات مع بنوك عالميه ذات سمعه عاليه بدنا نحن اول شيء لنوصل لهالمرحله انا مالي عم نحكي نحن مشروع متكامل ما فيك تحكي بشيء جزئي طيب قلنا جزئي بصفي ترقيع مثل ما لنا بالعادي بلبنان هذا ساعتها بتطلع ثاني شيء بسرعة على زيادة الرسمة اللي تنرجع على فكرة ال 15% ملاءها وبصر عليهم يستعيدوا الاموال اللي اخرجوها البرة بقرار من الحكومه هلا رياض سلامه انا البلوم عليه قال اني انا ما بقدر هيدي قانونيه حول
أموالهم للخارج. وأنا لحذكر أنا بشغلة دول أهم منا. نحن خدمة ديمقراطيتنا نقلا عن دستور الجمهورية الثالثة بفرنسا. بفرنسا بأيام الجنرال دوغول وقت بسنة 68 وقت صار في الثورة تبع الطلاب بالشارع كان وزير مالية جيسكار دستان دغري بس تحركت الشارع بهالقوة بباريس وسيطروا على باريس قاموا أصحاب الأموال والأثرياء بفرنسا بلشوا بدهم يحولوا مصرياتهم على سويسرا وعلى لوكسمبورغ وإلى غير محلات. شو عمل جيسكار دستان؟ دغري كوزير مالية أصدر أمر ممنوع إخراج أي أموال إلى خارج فرنسا. أنت رياض سلامي بتقول أنا ما معي خبر ولا شايف وهذا قانوني؟ منك شايف أنت الواصلين على الكارثة؟ نحن والمصارف وفي خطر على أموال المودعين. هون تنكر لي لوظيفته. الشغل الثاني مثلا بيقول هو أني أنا ما عندي دولارات وأنا ما في أتدخل بسوق القطع حتى يوقف يلجم ارتفاع الدولار المتسارع. نعم لا منه صحيح الحكي. اسمحنا يا سيادة الحاكم، المادة 83 من قانون النقد والتسليف بتقول يمكن لحاكم مصرف لبنان وبالتعاون أو بالتنسيق مع وزير المالية دخول سوق القطع الأجنبي شاريا أو بائعا. هيدي سطر ونص المادة 83 وقراها. أبدا ما فيك تقول أنا ما بقدر بتدخل بسوق القطع. صارت هلأ زادت الأسعار على المستهلك اللبناني بالرغم من الكريزة ما بنقدر ناخد مصرياتنا من البنوك. صحيح ما يقارب ما بين 45% و60%. مين مسؤول؟ أنا مسؤول؟ لا أكيد هي منظومة. أنا يعني هي منظومة فساد. هي منظومة فساد على مدى منظومة على مدى السنين. وأنا دايما بقولها نحن الحق علينا أنه نحن الأسماء اللي سقطناه هون ما طلعوا أصحاب ثقة، هن وصلونا للي نحن فيه. بس المطلوب منا نحن انه نحاسبهم وقتها يصير في انتخابات جاريه ثانيه، يصير انتخابات مطلوب نحن نحاسبهم. بس هل لبنان اللي واقف بالشارع رح يرجع يحاسب؟ بشك، لانه كل واحد تابع بعده لزعيمه. قال له عند الامتحان يكرم مرأة أو يهان. طيب بكره نحن اذا صار في انتخابات، بس انا مني شايف رح بيصير انتخابات وفقا لمشروع الحكومه بالبيان الوزاري والجمله اليتيمه باخر البيان انه سندرس قانون انتخابات. بعشر سنين ما بيطلع معك قانون انتخاب جديد، شو هالحكي هذا؟ بدنا نجري انتخابات وبعدين خذ قرار. بدنا نجري الانتخابات ساعتها دغري بتقدر توضع قانون جديد. يعني مثل كأنه أكد وشدد وأعلن البيان الوزاري ببعض المحل. ياسر هذا بيان إنشائي بكل معنى الإنشاء. يعني أنا بتعرفي أنا كاتب ومؤلف، أنا مؤلف 10 كتب، أقل كتاب يعني 450 صفحة. نعم ما في أمل من واحد يعبي كلام قد ما بده بالإنشاء، ولكن بالتنفيذ بدك تشوفي بالنتيجة. نعم أنا مني شايف أنه في أي شيء بيتنفذ من هذا البيان الوزاري، ولا ممكن يعني مني شايف أنا في أمل يعني بالأخير. بعدين مثل ما عم لك أنا يعني هلأ كتلة المستقبل بتقول أنه قررنا حضور الجلسة غدا وحجب الثقة عن الحكومة. هذا سمعته أنا. طبعا يعني من المنتظر أنه تيار المستقبل يحجب الثقة، لأنه هذه الحكومة يعني لا تمثل يعني أي شيء من الذي كان يسعى لتحقيقه سعد الحريري من خلال استقالته أو فيما بعد من خلال مناورته للعودة إلى ليكلف من جديد ويشكل حكومة جديدة. كان عم بيطالب بحكومة يعني من الاختصاصيين الاستقلاليين وأن يكون لديها تفويض لتنفذ على الأقل البرنامج الإصلاحي اللي أطلقه قبل استقالة الحكومة واللي حكي فيه ب 0.6% عجز فقط بموازنة 2020 كأنك بتذكر بإعلان الشهير بعد اجتماع مجلس الوزراء بأطرب عبدة. لذلك إذا كانت هذه الحكومة تتعارض كليا مع توجهات سعد الحريري عندما قدم استقالته يعني ووفقا لرؤيته وبرنامجه السياسي اللي كان واضح ما بعد الاستقالة، من الطبيعي جدا أن ينزل تحت ويكون لهم
خطاب عالي النبرة يعني، وخطاب يضع النقاط على الحروف ويتوصل إلى نفس النتيجة اللي عم نحكيها نحن وياك. طيب هذا البيان إنشائي ولا نفعل. طيب اليوم في تقرير أوروبي بيقول إنه حاكم مصرف لبنان رياض سليمي يقف وحيدا في مواجهة هجمة حزب الله. هذا إلى حد ما صحيح، قد يكون صحيح. هلا طبعا في طار بين حزب الله ورياض سليمي. رياض سليمي متهم من قبل حزب الله أنه هو يسهل أموره، بأنه هو خاضع كليا لوجهة النظر الأمريكية بمعاقبة حزب الله وبالضغط على حزب الله، وبأنه كل شيء تصدر الإدارة الأمريكية لا يلقى أي تساؤل أو أي انتظار، لا بل نذهب بحماس أكثر بكثير مما تطلبه أمريكا لتجديد التدابير المالية بشكل لا يخدم لا حزب الله ولا بيئة حزب الله. ذلك من هون يعني في حالة من الطار بين الطرفين، وأنا بعتقد أنه هذا موضوع ما بعرف كيف تطلع منه الحكومة، لأن هذه حكومة يعني السلطة الأساسية فيها إذا لم نقل لحزب الله على الأقل للثنائي الشيعي، ولذلك حزب الله سيكون صاحب نفوذ كبير، وعلى رياض سليمي أن يتلقى الواقع الضغوط. بذكر 14 شباط، بيت الوسط سيكون مفتوح لكل من يحب الرفيق الرئيس رفيق الحريري، الشهيد رفيق الحريري. اليوم رئيس سعد الحريري بيقول أنه يعني يتوجه إلى التيار الوطني الحر، بيقول أنه خلينا نشوف إنجاز واحد أنتم عملتوه. يعني اليوم هيدي المناكفات السياسية، نحن ما بدنا نكون لا مع هيدا ولا مع هيدا، اليوم هيدي المناكفات السياسية والناس جوعانة والناس تعبانة وبطالة، وشبابنا على أبواب السفارات، بكل حديث أنا بطلع فيه على الإعلام مباشرة بقول إنه نحن عم نخسر شبابنا، عم نخسر كفاءات، عم نجي أساتذة اقتصاد على البلاتو لهون ويقولوا نحن شبابنا عم بتفتش على فرصة بس إنه تترك هالبلد بكرامتها. طيب شو الحل؟ اليوم شو الحل؟ يعني يرحموا هالعباد، يرحموا العباد. يعني أولا الشيخ سعد الحريري كمان هو شريك كبير في المسؤولية. أنا الحقيقة ما بريد هجمه، لأنه بقول أنه قد يكون ظلم يعني من خلال عدم توافر مستشارين على المستوى اللازم معه ولعدم خبرته في السياسة اللبنانية، لأنه مهما يكون اكتسب من خبرات منذ وفاة والدي إلى اليوم ليست كافية بالواقع كان لمواجهة هذه الطغمة السياسية الحاكمة في لبنان، لذلك سقط ضحية يعني هذه التسوية اللي قبل فيها بالموضوع الرئيسي، سقط ضحيتها. هلا شو عملوا بالحكومة الأولى؟ مشي. شو أدى يعني؟ شو عمل بالحكومة الثانية؟ انفجرت الثورة بوجهه وانجبر استقيل. لذلك من هون يعني هو كمان عنده حصة كبيرة بالمسؤولية. صحيح، عنده حصة كبيرة بالمسؤولية، انه ترك المجال لهذا الصخب اللي قام فيه سياسيا واداريا وماليا جبران باسيل خلال هالحكومتين اللي ترأسهم الرئيس الحريري. بالواقع هودي كان من الاسباب المباشرة لهذه الثورة اللي انتفضت ب 17 تشرين. من هون يعني الرئيس الحريري بالواقع نحن نثني على يعني موقعه دوليا والعطف الذي يلقاه دوليا، وهو اللي الوحيد اللي راح جيب صدر دون شك، وهذه خطوة مهمة جدا، وهلا ما زالت حجر زاوية في أي عملية إنقاذ. بس ولكن هو أيضا أساء في السياسي وأساء أيضا في إدارة الحكم. لذلك من هون يعني هلا إذا كان سينزل إلى 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 ساحة النجمة مثل بيقول له النطق بخطاب عالي اللهجة ضد هذه الحكومة، من حقه ذلك، ومن حقه أيضا أن يتهم حلفاء الأمس في الحكومتين تبعه بأنهم هم من دفعوا البلد للوقوف على شفا الإفلاس. يعني
يعني نحن لننتظر بكرة وعلى أساسه يبنى على شيء مقتضاه، على أمل يعني ما يصير في العنف والخوف من يعني إراقة الدماء، ويصير هيدا المشاهد اللي بنشوفها نحن كل يوم وكتير بتأثر فينا نحن كلبنانيين، وعلى أمل أنه السياسيين يوعى ضميرهم ويشوفوا كيف فعلا يحافظوا على من بحب لبنان فعلا. الباحث في شؤون السياسية والاستراتيجية العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر، أهلا وسهلا فيك. شكرا مشاهدينا الكرام.